ممكن تعرف على حضرتك؟ ماركو سامي من حركة أباطنة الزبير والأحرار. النهارده حضورك المؤتمر مندوب عن ائتلاف العدل؟ احنا جايين النهارده مجموعة منتقاة من الحركة حوالي 20 عضو مؤيدين للسيد أحمد شفيق، بنأيد معاه في الفترة اللي جاية دي لأنه هو الوحيد اللي ينفع للبلاد في الفترة اللي جاية دي ولا يصلح أحد غيره. يعني انتوا تناقشتوا معه، يعني قعدتوا معاه وخطيته وعرفته يعني ما هي حق؟ احنا طلعنا على الخطة اللي هو هيمشي بيها ولقيناها ان هي انسب واحد في الفترة اللي جاية دي، وبناء عليه قررنا ان احنا ندعم حملة احمد شفيق وننضم اليها. هل كل الاقباط بيمثلوه يعني نفس الرؤية ولا احنا ما بنمثلش الاقباط كلهم؟ احنا بنمثل حركة اباطنة الزبير والاحرار، والكنيسة اعلنت ان كل شخص حر في تأييده لاي شخص تاني. احنا لسنا زي الاخوان اللي اعلنا لازم ترشح مرسي ولازم تدي المرسي ولازم تدي المرسي، اللي هم بيقولوا علينا ان احنا اللي بنقول كده. احنا ما بنقولش كده، احنا كحركة اباطنة الزبير والاحرار احنا بنأيد احمد شفيق وبندعو الشعب المصري كله ان هو يأيد احمد شفيق. شكرا. العافية يا فندم.